اكيد بعد شوي. اما هلا صار حاضر معنا دكتور غسان وضيفه يلي رح نحكي معه عن سكسس ستوري وقصة نجاح وكيف الواحد يقدر يواجه الصعاب ويحقق الصعوبات بالحياة ويحقق احلامه. صباح الخير دكتور غسان. صباح النور. ولا. بداية جيدة وحلوة وبهيك بتفرفح القلب. فعلا. ومن الفرش إذا بدك من الضعف بنعمل نجاح. بنعمل قوة ونجاح. بنعمل قوة صحيح. ونجاح. صحيح. رولا أنا معك بدي حيي حدا واسمه إلي. بونجور إلي. بونجور. إلي كلاب. إلي كلاب. يا أهلا وسهلا فيك. ميرسي على استضافتكم. إلي أنت حدا شغف وحبه للموسيقى خليه يتخطى أمور كثيرة بالحياة وصعوبات كثير كبيرة. يعني بالرغم من التوتر العضلي اللي عم تعاني منه بالرغم من كل الصعوبات الداخلية والخارجية وكل شيء ممكن يتحدي إنسان ويقدر يواجهه أنت تخطيته وقدرت حققت بصمة كثير كبيرة. وبعرف إنه برصيدك في سدي لمعزوفات موسيقية وبعدة مطارح بالعالم بيدقوا هالمعزوفات. صح. أنا بدي أتمنى لك نجاح دائم. شكرا لحضورك. ولكن إلي بدي منك بالسؤال الأول تخبرني عن مسيرتك. إلي كيف توصل لهون؟ إلي كيف لوصل؟ قصة طويلة. أساس مشكلتي هي خلقه. نعم. صار في نقص الأكسجين وقتها خلقت. نعم. صار عندي مثل توتر بالأعصاب صار يتطور مع نمو الجسدي بلش يأثر فيه أكثر شيء وقت صرت بعمر 10 سنين بلشت أحس بانزعاج كتير كبير. أنا تربيت بعائلة كلنا بالبيت موسيقية ومنضل اسمع موسيقى وكذا فأكيد تلقائيا بدي ميل شوي للموسيقى. فبلشت فتت عملت باك ميوزيكال كان عمري 15 سنة واخذت اخذت الترمينال بالباك على عمر 18. وصار إلي هون تحديدا انت شغفك كان بيانو. كان شغفي البيانو كان هدفي بالحياة تصير بيانيست. فيرتيوز. صحيح. كان هالشيء كثير صعب. كان كثير صعب لانه بسبب الرشف اللي عندك. بسبب الرشف كان نعم. صعب بل مستحيل. نعم. مع هذا وكله ضليت ومصر انه لا فيني مع مشكلتي ممكن اقدر لو بشكل بسيط اقدر اوصل للي بدي اياه. رائع. هذا الشيء ما زبط مع كل الامكانيات مع كل المحاولات وادى لمثل شوك نفسي ادى لعزل كلي عزلت حالي لمده سنتين. ما اشوف حدا على اساس انا خلص اذا ما فيني يكون بيانيست شاطر ما فيني يكون موسيقي. هالنظريه السطحيه اللي اثرت علي كثير. ولكن اللي طرق على المستوى الايجابي هو ولكن اللي صار الايجابي اللي هو انه ليه بدي يكون بس بيانيست. فيني الشيء اللي فيني اعمله اللي فيني اطور حالي فيه كومبوزيتور اللي هو ككومبوزيتور. فمع بهالسنتين صرت اجمع افكار كنت كتبها قبل وطورها لصار في عمل كامل وفجاه ما كان حدا عارف سجلته ونفذته وانتجته وصار سدي. وكان كل المحيط مفكر الي خلص انتهى الي خلص بطل عم بيعمل شيء. فجاه طلع لي برودكت مسموع. حلو.
حلو حلو. قد ايه كان المحيط هون الي متجاوب او مش متجاوب؟ قد ايه حط لك على رأيل؟ قد ايه قالوا الي خلص انه عنده هالمشكله ما قادر بقى ينتج او ما قادر يكون بقلب المجتمع شخص فاعل مؤثر؟ المحيط اللي نحن فيه اصلا بيردك لورا، حتى لو انت كنت مسابر كنت بدك توصل بتطلعته لقلك الغلط بيخليك تتراجع. فقدرت اشتغل على حالي كتير، اشتغلت على نفسيتي على شخصيتي كتير، قدرت غير الضعف لقوة، قدر استفيد من ضعفي فرج الناس لا انه اللي مش بس اللي بيرجف اللي ما في دق اللي ما في يحمل كباية اللي في يعمل كذا شغلة غيره ما في يعملها. يمكن المشكلة انه بدنا نعرف مجتمعنا يا إلي انه إلي قيمة مطلقة لانه انسان قبل اي حقيقة تانية. صح مزبوط، هاي مشكلة مجتمعنا. بتصور هذا هدف الفقرة، بتصور انا انه في كتير اشخاص ما بيعانوا من ولا خلل، ما بيقدروا يعملوا اللي عم تعمله انت إلي اليوم، لانه اكيد عندهم مواهب يمكن مخبية او عندهم قوة بمطرح، بس مش بس مستسلمين، مش قاشعين وما بيعرفوا وين قوتهم. انت استغليت هذا الشيء وعن جد شابوه، لانه واو قد ايه ممكن نفتخر فيك وقد ايه ممكن توصل لقد ما ايمن لان بحالك. ان شاء الله خير. ان شاء الله. الي للمستقبل شو عندنا مشاريع؟ هلا في كور تيرم ولونج تيرم، يعني للمستقبل القريب والبعيد. عم بحضر لكونسير، لكونسيرين، واحد بمفروض يصير بعمشيت صوب اخر جولاي. شهر الجاي اذا الله راد. وعم بحضر لكونسير باخر الصيف اول انا بقول معزومين أول الحاضرين لنا الشرف طبعا، ولكونسير بآخر الصيف أول خريف بيكون كونسير بريفي لألي، يعني كونسير الصيف رح يكون مع كذا باند. حلو، مثل فيستيفال صغير خاص فيك أنت بيعمشيت. لا رح يكون لكذا باند تاني خاص فيي رح يكون. صح تاني خاص فيك. في شغلة حلوة كتير هيك كنت بحلم فيها، رح يصعد كرتينال لليبن والمان، رح يصير بالموسم اللي جاي يدق ببروجرامه مقطوعات من تأليفه. حلو، هذا الشيء كتير حلو، الأوركستر صغير تبعه. واو، بس قد ايه صار لك الي يعني انت بهذا المجال، يعني تقدر تعمل اذا بدك خط لحالك وتقدر انت تفوت وتثبت انه انا موجود وبقدر دق بهالمطارح وقدر يكون عندي الكونسير؟ انا كموسيقي اللي زمان بالدومين من عمر 12 سنه بلشت اشتغل بالموسيقى، بلشت كموزع كساوند انجينير كاديتينج كل شيء خاصه بالموسيقى، بس ككومبوزيتور تركت كل هوديكي وبس امتحنت تأليف كان بسنة 2012 تقريبا، بس صرت مؤلف وبلشت اخلق اي دي كمؤلف مش كذا شغلة. اوكي، ركزت يعني على ناحية واحدة، ركزت على التأليف. صح، حلو. الي وهيدي المسيرة اللي عملتها الي بالنتيجة لوين بدها توصلك؟ يعني الي وين طموحه اخر شيء؟ يعني عندنا بكره كونسير وبعد شوي كونسير وبعد على الامد الطويل الي وين حلو؟ حبل عشر 100% اخر شيء وين؟ الي وين بيشوف حاله؟ يوم الايام اذا التقينا فيك رح يقول الي انا كنت مفكر اوصل لهون وصلت. يمكن انا عارفه بحط لا شو بصير انا وصغير بحط نقط قريبه، يعني كل فتره بحط نقطه توصل لها بكون قادر اوصل لها، فما في نقطه محدده. هلا يمكن النقطه الاقرب شيء انه اقدر اوصل السيدي تبعي للببليك، لببليك كبير قادر يفهم موسيقتي يحب موسيقتي، الميوزيك شوي غير اللي عم نسمعه غير كوميرشال، مش كوميرشال خالص. بتخيل ابدا مش كوميرشال، ولا كوميرشال خالص. صحيح، بحب تفهم تحب الناس موسيقتي وهذا اللي عم بلمسه كونسير ولا كونسير. واخذ هالسيدي اللي عملته اخذ ايه اخذ رهج كثير وموجود بال يعني انا عارضه بالفيرجن هلا. وهذا شغلك لحالك؟ شغلي لحالي، حتى انا سجلت انا عملت كل شيء. حلو، دقائق زد دقائق زد يعني سيناتير الي كلاب دقائق زد. صح، حلو رائع. الي شو بدك تقول للاشخاص اللي عم بعينوا مثلك؟ انت شخص ترك بصمه واثر بتصور رائع وايجابي. شو بدك تقول؟ ما حدا بوشي بالحياه والكل بهم شيء. حلو. يعني ما حدا معصوم عن الغلط، معصوم عن شيء ممكن حادث يصير له.
الهدف الأساسي من الشخص إنه ما يترك شيء يأثر فيه، ينسى شو الناس عم بتقول، شو المجتمع عم بيقول له. نعم، لأنه بين أشياء كثير سلبية. الطريقة اللي بده اللي هو بيقررها راح يوصل له، بس المهم يحدد ويقرر، مش يخاف من غيره أو يتحاشى من رأي غيره. إلي أنت سمعت أشياء كثير سلبية كثير بالحياة بتصور، كثير قليل سمعت شيء إيجابي إلى لهالفترة. لهالفترة، وبالرغم من هيك أنت هون. وانت اثبت حالك وقلت انه انا هوني وهيدي البصمه اللي عملتها صح بالموسيقى. ايش رايك تقول لي عن الموضوع بالذات للناس اللي عم بيحكوا اشياء سلبيه؟ شو بدنا نقول؟ الناس اللي بتحكي اشياء سلبيه هلا اكثرت، صار اخر همي شو بيحكوا، لان اكتشفت انه ما راح ياثروا، بالعكس عم بيراجعوني لورا. وقبل كنت كثير شخص حساس، كثير بسمع، انا شخص كثير بسمع لراي غيري، كثير بهتم براي غيري تحسن حالي. صحيح. فطلع بالاخير انه اللي عم بيحكوا عم بيأذينا اكثر ما هو عم بيفيدنا. قد ايه بتحب الموسيقى؟ كثير كثير. ايه بتهرب فيها؟ لدرجه بتحيش انام لاقوم موقف الموسيقى. شو حلوه شو حلوه. واو. ضل واعي بس لاشتغل، بقول بركي شي فكره هيك مرقت ولا ما اقدر انفذها او ما اقدر اكتبها. وهالقد انت عندك هالشغف، هالقد عاطي حالك بتفعيل كل وقت للموسيقى. إلي أنا عن جد ما في غير، ما في إذا رولا بتوافقني الرأي، ما في أتمنى لك غير العالمية صدقني، لأنه هالشغف هيدا وهالحب هيدا ما ممكن إلا ما يودي لبعيد. أنا هيدا رأيي إن شاء الله خير، وإن شاء الله يوم أيام نذكر بعضنا إن شاء الله، ونقول له نحن استقبلناه هون بالاستوديو بعهد الصباح عن جد. كان ضيفنا وتعرفنا عليه. أنا ورولا شرف لنا نكون معك. شكرا لك. ميرسي لك دكتور كمان، يعني شكرا بيرجع لك، عم تعرفنا على الاشخاص الرائعه. وانا مثل ما قلت انت قبل الي انه انت بالذات ما بك شيء، نحن بدنا شيء اذا بنفكر انه انت بك شيء وما بتقدر تعطي يلي عم تعطي. فيعطيك الف عافيه، وان شاء الله دائما بدلك بهالهمه، وبيعطيك ربنا الصحه لتوصل مثل ما قال دكتور غسان للعالميه، ونقول نحن تعرفنا عليك شي نهار. شكرا لك الي. بدي اذكر كل المشاهدين انه اذا بدكم تتواصلوا مع دكتور غسان او عندكم اي مشكله بتحبوا انكم توصلوها لدكتور غسان وهو بدوره بيقدر يحكي فيها، او يمكن يستقبلكم على الهواء ما حدا بيعرف، على رقم الواتساب اللي عم يقطع على الشاشه 03-0105-33. شكرا لكم، نتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها بنكفي عالم الصباح.